الشتاء لازم فروة، الشتاء يكون بارد، الشتاء بيه جليد، والشتاء بيه ثلج، والشتاء بيه مطر. قسم من الفراوي هي يسمونها طليانية. الطليانية هي فروة، فراوي مالات جلد، جلد طليان. يكملونهن بالموصل، بعد ما يكملونهن يفصلونهن ويخيطوهن، هي فروة طليانية. قسم منها فروة فروة كاملة طويلة، وقسم منهن فروة زغيرة صدرية، وقسم منهن فروة متوسطة. أما قامن هسا يصيرن الفراوي المال القماش. حاليا فراوي القماش قامن يجينا من سوريا ومن العراق. فالفراوي هن فروة شتائية، فروة شتائية ممتازة، هي كلش جيدة، جيدة أيام الشتاء. والنوبة الأخرى الفروة الهدور، الهدور عريق من قديم الزمن، قديم الزمن يزرع، يفصلون الطليانيات، يفصلون فروة طليانية ويحطوا لها مادة، يحطوا لها مادة من النوع الأصفر يسمونه كركم، ويحطوا لها مادة يخيطون عليها حرير، يخيطون عليها يطرزونها، وقسم منهن يغلفونها تغليف الفروة الطليانية. فالفروة الطليانية أغلبهن بالموصل، إنتاجهن بالموصل الفراوي الطليانيات.